أول جملة غادي نفتتح بها حلقتنا الليلة أنها أبدا ليست لترهيب ولكن للترغيب. فمن بعد ما دق جرس الإنذار في الدنيا بلي أنه الساعة على الأبواب وبلي أنها قربات على الانتهاء، وبطبيعة الحال تبث هذا بالأحاديث وكتاب الله عز وجل بلي أنه إحنا هما آخر الأمم، فجاء الوقت فاش أننا نذكر بعضنا أو لنفيق بعضنا بهمة منطق الآخرة، وإذا ما لحقناش على الساعة نخليه للأجيال اللي جاية أنها تورث دنيا بدين الله وكلمة التوحيد. حلقة اليوم أكررها هي دعوة للترغيب وليست للترهيب. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلام ليك. مرحبا بكل ما التحق بنا مؤخرا من داخل المغرب وحتى من خارجها. كنتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير ودوزتوا ذكرى مولد نبوي في نشاط رباني. فلكل من احبني احبه الله ورسوله واحبه الله الذي احببتني فيه، ولكل من لا يحبني حتى هو احبه الله ورسوله. تقدروا تكونوا لاحظتوا بلي انا وشحال هذه ما عطيتش سؤال الحلقه. اذا سؤال حلقتنا اليوم هو من هم المغضوب عليهم عند الله تعالى؟ ضروري خصكم تعرفوا هذا الجواب. فكلنا عارفين بلي أنه يوم القيامة آتي لا ريب فيه، وأن لهذا اليوم علامات، منها علامات الساعة الكبرى ومنها علامات الصغرى. وذكر العلماء بلي أنه العلامات الصغرى وقعت، فقد سئل سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام من سأله عن الساعة قائلا له وماذا أعددت لها، زعما شنو جدتي لها. فهذا توجيه من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بالإقبال على الله بالعمل الصالح والاستعداد بالطاعة. فاليوم قصة من قصص الحق، ماشي قصة مؤلفة أو لا نتاع شي كاتب، ولكن حقائق اللي غادي توقع واللي خاص نعرفوها واللي عاش منا غادي يشوفها. فوقاش الله أعلم. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فعلامات الساعة الصغرى هي نعمة وماشي نقمة، حيتاش كتوجدك اللي جاي من العلامات الكبرى، بمعنى اللي ما فاقش ينوض يفيق أو لا يرجع بسرعة. هي أيضا إمهال الملانة لنا وفرص باش أننا نتراجع على المعاصي وغيرها. ودابا خليني نقول لكم لنبدأ. حقيقة القرآن على علامات الساعة الكبرى هو حديث شيق كيرهب النفوس وتشجع الهمام، يعني تيجمع هاد الأمرين بزوج. فالأمين جبريل عليه السلام هبط على الأمين سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بخمسة ديال الجمل، قال يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم بأن شرف المؤمن قيام الليل، وعز المؤمن استغناؤه عن الناس. إذن حنا إلى الآخرة غادين. سيدتنا فاطمة الزهراء لما مات سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وحطوه في التراب، عاتبت سيدنا بلال وقالت ليه كيفاش طوعت لكم أنفسكم أن تضعوا رسول الله تحت التراب؟ قال لها يا ريحانة رسول الله، لو كان الأمر بأيدينا لرفعناه للسماء، ولكن ما العمل؟ لقوله تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. إذن وحنا على موعد مع الساعة الكبرى اللي تحدث عليها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فهي ستة وباللي ما بان منها والو مازال. فشنو هو الدليل على انه مازال ما بان منها حتى حاجه؟ فاول علامه من علامات الساعه لما غادي تبان غادي تسد باب قبول الاعمال، غادي تسد باب التوبه، غادي تسد باب الدعاء. اذا ما غاديش ينفع لا توبه عاصي ولا غينفع شي واحد انه بعيد على مولانا انه يجي يدعي، ولا شي واحد ما كانش تيصلي ويجي ويولي كيصلي. هاد الابواب غادي تبقى مفتوحه فقط لاصحاب العمل الدائم، للعمل ديالو غادي يكون مقبول، صاحب التوبه الدائمه التوبه ديالو كتكون مقبوله، صاحب الدعاء ودائما في اتصال مع مولانا تيكون الدعاء ديالو مقبول. من غير هذا لا. خليني نبدا معكم اول علامه من الساعه الكبرى، طلوع الشمس من المغرب ديالها، ومعناه بلي انه حنا متعودين باش انها بلي ان الشمس كتشرق من المشرق. الناس غادي تجلس في الظلام لمده 3 ايام والشمس ما كتخرج وما غاديش يحس بها او لا يرد لها البال او لا يرد البال للغياب ديالها إلا من يقوم بالليل. يقال حتاش راجع للنور اللي في قلبهم من قيام الليل، كيستشعروا بعلامات الساعة. من بعد فجأة غادي يصيح صائح قائلا ها هي الشمس طلعت من مغربها. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما كان يعلم الصحابة هذه الأمور كان يقولها لهم من بعد الفجر، يعني كانوا كيبداو بها النهار ديالهم باش حتى شي حد فيهم ما يخون ولا يغش ولا يخدع ولا يغتاب ولا يلوم ولا يكذب، حيت عارف باللي أنه المصير فينا هو. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لما كان تيحكي للصحابة ديالو سولوه يا رسول الله لما غادي تطلع هاد الشمس من مغربها شحال غادي تبقى؟ قال لهم غادي تطلع من الغرب في أول يوم وتمكث سنة كاملة. الصحابة تخلعوا وقالوا
يا رسول الله كيف نصلي يومها؟ زعما واش غنعرفوا الصبح والظهر والعصر والمغرب كل حاجه بوحده؟ شو سبحان الله العظيم ما هزوش الهم للامور الدنيويه، قال لهم سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام قدروا لهذا اليوم قدر، وكانه صلى الله عليه وسلم كييسر الامر على الامه ديالو، زعما قدر ما بين الصبح الظهر العصر المغرب الى اخره، وثاني يوم كشهر، وثالث يوم كجمعه، وبقيه السنه غادي تمشي عادي. اهل الايمان اللي اللهم يا ربي جعلنا منهم، لما غادي يشوفوا الشمس خرجات من المغرب ديالها غادي يقولوا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. مولانا غيقول لنا لما غادي تطلع الشمس من المغرب ديالها، لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. زعما فات الفوت لدرجة أنه الغني غادي يخرج بالذهب الأحمر للفقراء وغيقول الفقير هلا كان بالأمس الناس كتجري للمساجد ولكن ما بقاش قبول الأعمال. كيف قلت لكم صافي تسد هذا الباب إلا على أهل الإيمان. فمن بعد طلوع الشمس من المغرب ديالها لمدة سنة بالأوصاف اللي ذكرت لكم من قبل غادي تجي العلامة الثانية واللي هي الدابة، الدابة اللي غادي تدخل على الناس من بيت الحرم وغادي تكلم الناس كيف كان تكلموا حنا دابا، ولكن معاها عصا موسى وخاتم سليمان. والأعجب من هذا ماشي الدابة، سمعوا في عهد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان واحد الصحابي سميتو أهبان ابن الأوس، كان غادي في الصحراء ومعاه الغنم، فإذا بذئب كيفترس إحدى الغنمات ديالو، وهذا أهبان جرى بالعصا على الذئب والذئب طلق ديك الغنمه من فمه ومشى وشاف فهد أهبان وقال يا وهبان أتمنعني رزقا ساقه الله إلي. هادشي كان في عهد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. علاش باش ما نستغربوش لهادشي اللي كنسمعوا اليوم، كاينه قصه واحده اخرى انه رجل اعرابي جا عند سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وقال ليه والله لا اؤمن لك حتى يشهد لك هذا الضب. هو يقول الحبيب ايها الضب، غادي يجاوب الضب كلام عربي مبين اللي كيفهموا كاع القوم، لبيك وسعديك يا رسول رب العالمين. فقال له سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام من تعبد؟ قال الذي في السماء عرشه وفي الارض سلطانه وفي البحر سبيله وفي الجنة رحمته وفي النار عذابه. قال فمن أنا يا ضب؟ هذا سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال أنت رسول رب العالمين وخاتم النبيين، قد أفلح من صدقك وقد خاب من كذبك. هنا قال الأعرابي أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله حقا. نرجع للقصة نتاع سيدنا وهبان، ما استوعبش هذه المفاجأة، يا الله ذئب كيتكلم بالكلام ديالنا. قال يا وهبان وأعجب من هذا، مورا هاد النخلات، هذا الذئب تيقول ليه مورا هاد النخلات نبي آخر الزمان محمد عليه الصلاة والسلام. سيدنا وهبان خلى الذئب والغنم ومشى تيجري مورا النخل يشوف الحبيب، ودخل عليه ولقاه جالس مع صحابه وهو يجلس وهبان. فالحبيب عليه الصلاه والسلام من العادات ديالو انه كيسول كل واحد على الاسم ديالو وعلاش جا، غادي يسولو شنو سميتك؟ قال ليه وهبان. قال ليه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام وما اتى بك؟ قال ليه لا شيء. قال ليه سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام والله ما اتى بك الا حديث الذئب لك. قال اشهد انك رسول الله. الله الله، اجي نرجعوا لعلامات الساعه الكبرى نكملوهم. الدابه كنشغلها هنا انها تدوي مع الناس بكلامنا، اذا شفت المؤمن كتوضع على نيفو العصا ديال موسى وكيزداد مؤمن نور على نور اللي فيه وبهاء على بهائه وضياء على ضيائه وجمالا على جماله. اما العاصي الفاجر كتطمس وجهه بخاتم سليمان وكيزداد كآب على كآبة وسواد على سواد وقسوة على القسوة ديالو، وهنا كترتفع الاسماء بمعنى ما كتبقى لا أميمة لا نورة لا مينا لا فردوس لا سلوى لا حمد لا علي لا حتى شي حد. الناس غادي يبداو كيتعيطوا بيا مؤمن أو لا يا فاجر لقوله تعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. أش غادي تقول لهم؟ أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. زعما كنتي كتكذب هذا الكلام ما كنتيش متيقو. ونزيدكم هاد الدابة هي اللي غادي تقتل إبليس. علاش؟ حيتاش غادي تجي العلامة الثالثة، وما بين كل علامة وعلامة سنة، وماشي بالحساب ديالنا، بالحساب اللي كنت قلت لكم قبيلة اللي عطانا سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. اليوم الأول كالسنة، والثاني يوم كشهر، والثالث يوم كجمعة، واليوم الرابع يوم كيومنا هذا. فهاد العلامة الثالثة هي الدخان، الدخان اللي غادي يكون مجهد ومغطي الدنيا كلها. الناس غادي تخلع فاش تشوف هاد الدخان لدرجة أنه إبليس كيف غادي يشوفه؟ غادي يهرب ويمشي يسجد، وغادي تبعو الدابة اللي قلت لكم من قبل وتصطم عليه برجليها وتقتلو عند بيت المقدس. والناس في حالة مخلوعين حيتاش بداو تيوعاو بلي أنه هذه علامة الساعة الكبرى، فاللي كانوا في غفلة بداو كيفيقوا وعاد بداو كيعرفوا شنو واقع، ولكن للأسف فات الفوت. باب التوبة والدعاء والرجاء تسدو
كيجي هذا الدخان وتيولي هذا الامر صعيب. وحيت هذه الايه صعيبه مولانا دار سوره كلها على قدها في القران سميتها سوره الدخان وحضرنا لقوله فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين يخشى الناس هذا عذاب اليم ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. الناس كتقول يا ربي اكشف علينا العذاب، ولكن صاف ما بقاش يسمع الانسان ظالم اللي كان غافل على مولانا. حتى لدابا تكلمنا على طلوع الشمس من المغرب ديالها وعلى الدابة وعلى الدخان، ودابا العلامه الرابعه واللي هي المسيح الدجال. عن ابن امام الباهري عن سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام انه قال يا ايها الناس انها لم تكن فتنه على وجه الارض منذ ذرأ الله ذريه ادم اعظم من فتنه الدجال، وان الله عز وجل لم يبعث نبيا الا حذر امته الدجال، وانا اخر الانبياء وانتم اخر الأمم. إذن المسيح لمن؟ لنا يا أمة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. تيقول الحبيب وهو خرج فيكم لا محالة. داكشي باش ديما مور التشهد خصنا نقولوا اللهم إني أعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة القبر وفتنة الممات وفتنة المسيح الدجال، فإن يخرج وأنا بين أظهركم فأنا حجيج لكل مسلم، وإن يخرج من بعدي فكل حجيج نفسه، والله خليفتي على كل مسلم، وإنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فيعيث يمينا وشمالا. يا عباد الله أيها الناس فاثبتوا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كينادي علينا يا عباد الله اثبتوا، حيتاش وقتها كيشوف المسيح وبقية الأمة المؤمنة وتيقول لها اثبتوا ما تخافوش. رسول الله عليه الصلاة والسلام قلبوا معانا، تيقول الحبيب فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه قبل نبي، إنه يبدأ فيقول أنا نبي ولا نبي بعدي. هذا المسيح تيقول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أن المسيح غادي يقول أنا ربكم ولا ترون ربكم حتى تموتوا، كيوصفوا لنا سيدنا رسول الله بأنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، وإنه مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن كاتب أو لغير كاتب، وإن من فتنته أنه معه جنة ونار، فناره جنة وجنته نار. هذا المسيح كذاب وكيدعي بلي أنه إله وبلي عنده الجنة وعنده النار، وزعما عندكم طيعوا حيتاش إذا طعتيه غادي يقول لك غندخلك الجنة، ولكن في الأساس هي راه نار. كاين اللي غادي يأمن به ويطمع ويدخل الجنة اللي قال واللي هي في الأصل نار، وهذا غادي يكون سوء الخاتمة ليه، حيتاش ما تابش وكان مهزوز إيمانيا وما عندوش يقين وجهد المسيح طمعه وطح في الفخ دياله. فعن نواس بن سمعان رضي الله عنه قال ذكر سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الدجال فخفض فيه ورفع، زعما دوى فيه المدة طويلة ويرفع صوته وعود كيخفضه حتى ظننه في طائفة النخل، فلما رحنا إليه عرف ذلك فينا، زعما اقتربوا من وجه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام وشافهم خايفين. الصحابة عثمان وعلي وعمر وبلال وعمار وعبد الرحمن كانت غير الصفوة، أين نحن منهم؟ فقال الحبيب ما بكم؟ قلنا يا رسول الله ذكرت الدجال الغداة، زعما من بعد صلاة الصبح، فخفضت فيه ورفعت حتى ظننه في طائفة النخل. فقال غير الدجال أخوف عليكم، زعما كاين بزاف ديال الفتن اللي غادي تجي أكثر من الدجال، حيتاش الدجال غادي يجي يجني الثمرة ديال الشياطين من الإنس والجن. كيفاش الشياطين الإنس والجن هما راه خدامين علينا دابا واللي تبعهم بإيمانه اللي ضعيف، فالمسيح الدجال كيجي كيمسح ديك البقية اللي إيمانهم بدا كينقص باش يحقق الكفر ديالو. نكملوا الحديث، إنه شاب قطة، زعما طويل هذا المسيح، عينه طافئة زعما شبه خارجة، ومن غير ديك العين اليمنى ما كايناش، كأني أشبهه بعبد العزي بن قطن، شي واحد اللي كان موجود أنا داك في عهد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. سلم يا ربي سلم، فمن رآه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. الحبيب ما خلاناش إلا وهو حنين علينا، إنه يخرج من خلة بين الشام والعراق فعاث يمينا وعاث شمالا. يا عباد الله أثبتوا، قلنا يا رسول الله شحال غادي يبقى على الأرض؟ قال 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة وسائر أيامه كأيامكم، بحال في القضية ديال الشمس. غادي يطف كاع البلدان ويمشي الشوارع ويدخل البيوت والأتباع ديالو كيتبعوه، أما المؤمنون سبحان الله العظيم غادي يقراو على الجبهة ديالو كافر. ربي غادي يدوزنا من هادشي كله باش يبان الخبيث من الطيب، حنا عباد الله، ولكن إذا انحرفنا بعيد ما نحن بعباده. نعم وعدنا برحمته، وعد المؤمنين يختص برحمته من يشاء، قال رحمتي أصيب بها من أشاء فسأكتبها للجميع. لا كاين المواصفات. من بعد هاد العلامات الربعة كيجي نزول سيدنا عيسى عليه السلام ويأجوج ومأجوج، والتفاصيل ديالهم إن شاء الله إذا كان ممكن في شي حلقة واحدة أخرى.
وهذه هي علامات الساعة الكبرى المتفق عليها. فالله يحفظنا ويجعلنا ممن يكونون بجوار سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام والنظر إلى وجه الله تعالى. طلب كبير، وخا لسنا أهلا له، لسنا أهلا أننا نشوف وجه مولانا، ولكن كاين النية، فالله يحققها لنا. قبل ما نسد معكم هذا الفيديو، ما تنسوش أنكم جاوبوني على سؤال الحلقة، قل خيرا أو اصمت. سلام سلام.